يعني في الحقيقة دي مش أول مرض يعني ينتقل من الحيوان للإنسان. إحنا كان عندنا إنفلونزا الطيور ثم إنفلونزا الخنازير، وده كان مرتبط يا جمانة بالإنفلونزا. النهاردة بقى عندنا جدري القرود. طيب الموضوع ده عامل إزاي، وطبيعة انتقال الفيروسات من الحيوانات للإنسان؟ أكيد أسئلة كتير يعني وتفاصيل، خلينا نعرفها أكتر من الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات في معهد الأمصال البيطرية. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير حضرتك. يعني الناس كلها بتسأل إيه هو الفيروس ده جدري القرود، وإزاي بينتقل من الحيوان للإنسان؟ والله يا فندم هو الفيروس ده فيروس قديم، يعني زي ما حضرتك قلت في التقرير السابق لحضرتك حالا إن الفيروس ده مش فيروس جديد، ولكن احنا بس بنحب نضخم الامور قوي لان هو كان موجود في وسط افريقيا. يعني هو طبعا زي ما حضرتك اشرت الى التقرير اللي حضرتك قلت فيه ان فعلا العالم احتفل ان هو قضى على الجدري في العالم، ولكن جدري القرود هو اللي مازال كان بيقعد ينقر او يجي بعض الحالات الشارده كل فتره من الزمن، وكانت بتتواجد تلك الحالات في افريقيا حول افريقيا. ولكن في الفتره الحاليه طبعا انت عارف عندنا احنا المراقبه الدائمه عن كثب لكل ما يحدث حولنا حول العالم، ان في الفتره الحاليه ابتدت تظهر بعض الحالات في امريكا واوروبا. فامريكا واوروبا طبعا بعض الحالات هم بيدرسوا دلوقتي هل هو الفيروس ده ازاي انتقل الى البشر او الى هؤلاء الاشخاص بالطريقه دي. هم عايزين يعرفوا ليه انتقل علشان يقدروا ان هم ياخدوا الاحترازات والتدابير بتاعتهم عشان يعرف يواجهوا بالظبط كده القصه ديت ليه تمت. تمام معايا حضرتك؟ بس الجميل في الموضوع بس واللي احب اطمئن فيه الناس، احنا الحمد لله تقارير وزاره الصحه عندنا وفي الفترة يعني احنا بالنسبة للوطن العربي عامة وده اللي يهمنا مفيش حالات، ان مفيش اي تقارير وردة عن وجود في 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 الشرق الاوسط وجود مثل هذا المرض. وفي عمان المرض ده برضه من اللطيف برضه اللي احنا لازم نعرفه يا جماعة ان احنا ما نضخمش الامور، ما نديش المواضيع اكبر من حجمها. المرض ده مش خطير، يعني ده مرض مش خطير قوي، يعني ان احنا نعمل عليه قصه دجة كبيره. ما نقلقش جدا، ما نقلقش خالص منه، مش لهذه الدرجه. لان هو مرض جلدي في الاساس، بيتعافى منه المرء، نسبه الوفيات فيه لا تتعدى من حوالي من 1%، لا تتعدى 1 من 10%. طيب يا دكتور، طبعا يعني بعد التحيه حضرتك تحدثت انه المرض مش مقلق وانه يعني اعراض الاصابه كمان بسيطه، هل ده ليه علاقه بالامصال؟ يعني احنا الاطفال واحنا كمان صغيرين كنا بناخد تطعيمات ضد الجدري، هل ده سبب انه بالفعل الاعراض بسيطه او انه مش بي يعني العدوى او الانتشار مش كبير؟ دكتور محمد؟ الو؟ اي فندم حضرتك سمعنا؟ يا فندم حضرتك اتفضل. طيب كنت بسأل حضرتك، حضرتك تحدثت انه الاصابه بيه مش خطيره وانه حتى الاعراض مش خطيره، هل ده ليه علاقه بالتطعيمات اللي كنا بناخدها واحنا صغيرين او الاطفال بياخدوها ضد مرض الجدري؟ هل ظهوره مره ثانيه دلوقتي ليه علاقه بظهور فيروس كورونا وتاثيرات فيروس كورونا على المناعه؟ لا خالص يا فندم، احنا عايزين نفرق دلوقتي ما بين فيروس كورونا وفيروس الجدري. ده فيروس من عيلة، وده من عيلة الكورونا فيريدي، ده من عيلة البوكس فيريدي، دي عائلة ودي عائلة. عايزين نفرق ان الاثنين فيروسين مختلفين تماما، لا يوجد اي تأثير ما بين وجود الكورونا ووجود فيروس الجدري. مش معنى ان كان احنا كان عندنا كورونا فالكورونا ادت الى شيء ما وبالتالي ادى الى وجود هذا المرض، لا خالص. ده مرض زي ما قلنا موجود من فترة كبيرة جدا، ولكن فيروس الجدري هو بس في الفترة الحالية بس وجوده في الدول الأوروبية أو أمريكا، هو بس ده الشيء الغريب اللي الناس حابة تعرف ليه إزاي يتم تواجده أو إزاي طلع، لأن هو طريقة انتقاله يا إما بالتلامس المباشر يا إما بعضة حيوان أو بالتلامس برضه مع حيوان مصاب أو عضة حيوان مصاب، ما
معايا حضرتك او الاختلاط باشخاص مصابين، فالموضوع ده هم اللي بيفكروا فيه. بالنسبه عندنا احنا هنا في مصر، احنا علشان برضو خشنا المرض لازم يخشنا برضو بتلك الطريقه، بس لازم الموضوع ده، احنا عندنا الموضوع ده امن جدا، يعني ما عندناش الحمد لله زي ما حضرتك قلتي. احنا طبعا اجابه على سؤال حضرتك، هل لقاح الجدري يصد؟ اه فعلا يصد. هل عندنا احنا اللي احنا خدنا اللقاح، الجيل بتاعنا اللي اخذ اللقاح عنده مناعات من ذلك المرض؟ اه فعلا عندنا مناعات من ذلك المرض. ودول العالم برضو بترجح ان هم لما جم طبعا بعد تداول هذا الموضوع او بيتكلموا عن اللقاح، لاي في طبعا مرض الجدري القديم او اللقاح القديم يقدر يصد بيه، او فعلا يقدر يصد ليه، ولكن ان هم بيدوروا على طرق تصنيعه من جديد اذا حصل مشكله اخرى من هذا المرض. تمام. طيب دكتور، يعني اتذكر ان وقت فيروس او تفشي انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير كانت وزاره الصحه عملت بعض الاجراءات الوقائيه، راحت على مزارع الدواجن وشافت الدواجن المصابه، راحت على اماكن تواجد الخنازير وعملت نفس الكلام ده. حتى الان لم ترصد اي حاله بمرض جدري القرود رغم ان هو ربما بينتشر في العالم. هل في اجراءات مفروض ناخدها؟ يعني نعمل ايه علشان يعني نبتعد او نتقي شر هذا الفيروس؟ هو احنا عامه في مصر بنتخذ كافه التدابير والاحترازات الامنيه والصحيه لدخول اي حيوانات غريبه مصر. كويس. يعني احنا عندنا المحاجر البيطريه، ده احنا لو هنتكلم على دور بقى نحدد الموضوع اللي هو دور وزاره الزراعه في هذا الموضوع. احنا دورنا في وزاره الزراعه طبعا هو دايما صحه وسلامه الحيوانات الموجوده داخل القطر المصري. تمام. متمثله لو احنا هنتكلم في الحيوانات الغابه مثلا، متمثله في حديقه الحيوان مثلا، ليها دكاترتها الخاصه اللي هم مسؤولين عن صحه وسلامه تلك الحيوانات والكشف والتحاليل الدوريه والفحوصات الدوريه باستمرار للحفاظ على سلامه تلك الحيوانات وبالتالي على صحه وسلامه وامن المواطنين. بالنسبه للحجر الصحي في المطار وكده نفس الكلام طبعا. وبالنسبه لدخول حيوانات غريبه اخرى سواء قرود او غيره، الموضوع ده عندنا بقى ليميتد جدا، بقى محدد جدا وليه اشتراطات صعبه جدا. يعني علشان حتى يخش عندنا حيوان جديد، سامعني يا فندم؟ تمام يا فندم، سامع حضرتك. علشان يخش عندنا حيوان جديد من الموانئ او من المطارات لازم يعدي ويقعد في المحجر البيطري فتره لا تقل من 14 يوم ل 30 يوم، ويتم الكشف عليه واجراء الفحوصات الطبيه عليه، وان هو يتاكد، يتم التاكد من خلوه وسلامته الصحيه علشان نقدر ان احنا ندخله مصر. ومش عايز اقول لحضرتك يعني الموضوع ده صعب قد ايه. صحيح. مش سهل خالص يعني. طيب دكتور محمد، يعني استاذنك سريعا جدا تقول لنا اعراض جدري القرود، يعني نعرف الساده المشاهدين باعراضه. بالنسبه لجدري القرود، جدري القرود في اعراضه، هو طبعا في اول الاعراض بتاعته في اول الخمس ايام بيبان فيه اللي هي الحمى والصداع، تضخم الغدد الليمفاويه، شعور بالام في الظهر والعضلات، وهن شديد، دوت بالنسبه للايام الاولى. انما بعد فتره بيبتدي يظهر طفح جلدي في حوالي مده تتراوح من يوم واحد لثلاث ايام بعد الاصابه بالحمى اللي موجوده فيه. صحيح. اللي بيظهر فيها مراحل مختلفه، ظهور طفح بيبتدي على الوجه، وبعد كده ينتشر في باقي اجزاء الجسم، وبيبتدي الطفح دوت ان هو ينتشر على الوجه في حوالي 95% من الحالات. بيجي على الايدين، على الرجلين، على الاماكن يعني تقريبا نفس اعراض الجدري اللي احنا يعني متعارف عليها. بالظبط. ايوه بالظبط يا فندم، بالظبط. وبيتم طبعا اغلب الحالات دي بتتمثل الى الشفاء في فتره، يعني في فتره بتاخد لها حوالي شهر، بتاخد بعض العلاجات، وطبعا المستشفيات طبعا الدكاتره الافاضل طبعا المتخصصين. صحيح. من الدكاتره الاطباء البشريين هم يقولوا بقى افضل مني في الحته. صحيح. شكرا لك دكتور محمد. دكتور محمد عادل، استاذ الفيروسات في معهد الامصال البيطريه، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني لا قلق حتى الان، ما فيش اي حالات رصدت، العالم بيتكلم عنه، منظمة الصحة العالمية رصدت أكثر من حالة، مرض بينتقل من حيوان إلى إنسان. ك
كعادة بعض الفيروسات المتحورة. فعلى أي حال ناخد احتياطاتنا في مصر.